أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى لمناقشة هذا الموضوع. ينضم إلي في الاستوديو السيد أحمد كامل الإعلامي والكاتب السياسي. مرحبا بكم سيد أحمد. مرحبا. وعبر الهاتف دكتور نبيل العتوم وهو رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في مركز أمية للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بكم دكتور نبيل. مرحبا أهلا وسهلا بكم. أبدأ مع السيد أحمد كامل ضيفي في الاستوديو. يعني نريد بداية أن نعرف طبيعة علاقة إيران مع سوريا، مع النظام السوري. نريد أن نعرف الفرق بين تعاطيها وتعاملها وطبيعة علاقتها مع عهد الأب وعهد الابن. هذا ليس لتفضيل أحد على أحد أو عهد على عهد، وإنما هو لحكاية الواقع الذي كان عليه. كيف يعني نريد أن نعرف بداية معالم، أبرز معالم سياسة حافظ الأسد مع إيران؟ طبعا المقبور حافظ الأسد كان يعتبر إيران كنزا استراتيجيا وسندا استراتيجيا له. الدعاية التي كان يمارسها من أنه مقاوم ومن أنه يحارب إسرائيل وجدت استجابة عند الإيرانيين، وكانوا يكذبوا نفس الكذبة، يعني كذبتهم واحدة، وهي مقاومة إسرائيل ومعاداة الصهيونية والإمبريالية. الإمبريالية والصهيونية والرجعية، هذا اللي كان دائما الشعار الصباحي. الصباحي ليلة نهار كان يعيدوا علينا ونحن صغار، وكنا نعيده دون ما نفهم شو القصة. الإمبريالية والصهيونية والرجعية، وحتى كان في مسرحية وعصابة الإخوان المسلمين بعدين. هذا كان في يعني مسرحية للمبدع محمد الماغوط الله يرحمه، كاسك يا وطن. فبتكون سيدة عم تسأل مسؤول سوري عن الكهرباء، انقطاع الكهرباء، فيقول لها إن الإمبريالية والصهيونية والرجعية وسوف بتقول له طيب تعوا شيلوا العداد ما عاد بدنا كهرباء، بيقول لها إن الإمبريالية والصهيونية والرجعية. هذه الأسطوانة الكذبة كانوا مشتركين فيها الاثنين مع بعض، الإيراني والنظام حافظ الأسد وحتى حزب الله. وراحوا في المسرحية للأخير، يعني حتى الآن لسه ماشيين فيها، برغم أنه إسرائيل لا ترى منهم إلا كل خير منذ 10 سنوات، ومع ذلك مستمرين فيها. فحافظ الأسد وجد في إيران حليفا استراتيجيا استراتيجيا، وكان ينسق معه في كل شيء، وكان يعتمد عليه اقتصاديا، يعني يتلقى دعما اقتصاديا. البكرة السعودية الحلوب عندما كانت تتوقف عن إعطاء النظام السوري كان يلجأ للإيرانيين، فهو سند عسكري، سند استراتيجي، وسند اقتصادي أيضا. بالمقابل أيام حافظ الأسد كان شوي تقيل يتقل حاله حافظ الأسد، بشار ما بيقدر، وربما الظروف تغيرت. يعني بشار الأسد كلما ازداد ضعفا كلما ازداد اعتماده على الإيرانيين، والإيرانيين الدعم اللي بيقدموه بياخدوا ثمنه كاش، بمعنى بمقابل ما في، هن حلفاء صحيح ومصيرهم واحد، لكن لا يوجد شيء بالمجان، ما في شيء ببلاش وبياخدوه حالا. العلاقة أيام حافظ الأسد كانت بخط واحد، بمعنى أنه حليف استراتيجي وسند يقف مع إيران مهما فعلت، حتى عندما تقتل العرب الآخرين العراقيين، حتى عندما تهدد الخليج، وكان حتى سمسار يقوم بالسمسرة ما بين دول الخليج وما بين إيران، وكان يستفيد من هذا التناقضات إلى أقصى درجة ممكنة. ولكن جل ذلك في حرب العراق مع إيران. حرب العراق وإيران كان بصورة واضحة، ثم شارك أرسل قوات حافظ الأسد لكي تجتاح العراق مع الأمريكيين، وهذا التناقض العالم لا تستطيع أن تفهمه. في زمن بشار الأسد وخاصة في فترات ضعفه تغير الأمر كثيرا، والآن الإيرانيون في سوريا يتصرفون تصرف المحتل، والعلاقة توترت جدا بعد تدخل الروسي. يعني الإيراني الآن يشعر بأنه في أحد يشاركه في زوجته، في محضيته، وهو الروسي، وفي توتر حقيقي ما بين الإيراني والروسي. وكثير كثير من العلويين كانوا سعداء للغاية بالتدخل الروسي، لأن الروسي أقرب لهم فكريا من الإيراني، والآن في تنافس شديد ما بين الإيراني وما بين الروسي، يبقى ويظهر على السطح من وقت إلى آخر، ولكنه حقيقي فعلا وعميق. طيب دكتور نبيل العتوم، يعني برأيك هل بدأ التغلغل الإيراني من عهد حافظ الأسد، أم أنه استطاع أن يوازن بين مصالحه والمحافظة على سوريا من التمدد الإيراني؟ يعني هناك تحليلات وقراءات وكتابات تقول بأن حافظ الأسد
كان بالفعل يحافظ نعم يبني علاقة وربما حتى استراتيجية مع إيران، ولكنه كان لا يقبل التدخل الذي ربما وصل من قبل إيران إلى حدود التغلغل في الطائفة نفسها، نفس الطائفة العلوية، ولذلك قام حافظ الأسد ببعض الإجراءات لتحصين هذه الطائفة. يعني البعض يتحدث عن أن حافظ الأسد كان ذكيا في تعاطيه مع إيران، نعم هناك علاقات، هناك تعاون اقتصادي، هناك تعاون ربما عسكري، لكن حقيقة كان لسوريا كيانها لم يكن بمعنى آخر، سوريا بالنسبة له هي ولاية إيرانية. شكرا جزيلا لك، تحية لك ولضيفك العزيز. لا شك أن سياسة حافظ الأسد تختلف تماما عن سياسة بشار الأسد. ربما أن حافظ الأسد كان يحاول أن يوازن علاقته مع إيران بهدف خلق شيء من المصالح، أو دعني أسميه ابتزاز الدول العربية وبالذات الدول الخليجية. وبالمقابل كان حافظ الأسد يسعى من خلال علاقته مع إيران تعزيز ما يسمى بمحور جديد يسعى لبنائه لخلق توازنات جديدة في المنطقة، طبعا على حساب حكاية بالعراق كما تعلم، خصوصا أنه حافظ الأسد كان له دور مدمر عندما قام بدعم إيران في حربها ضد العراق في الحرب التي جرت في عام 1980 واستمرت حتى عام 1989. الآن الموضوع اختلف تماما في عهد بشار الأسد. بشار الأسد سلم، دعني أسمي هذا المصطلح، سلم سوريا لإيران ولميليشياتها الدموية حتى تعيد فيها خراب وطولة، وحاول أن يخلق دعني أسميه بعد أن تخلى العالم العربي عن بشار الأسد نتيجة سياساته الإجرامية للرد على الشعب السوري وعلى الثورة السورية، أراد الانتقام ليس فقط من الشعب السوري بل أراد الانتقام من الدول العربية. وبالتالي نحن نقسم حتى المراحل التي قامت فيها إيران بالتدخل بالشؤون السورية إلى عدة مراحل. المرحلة الأولى المرحلة التي جاءت بعد تسلم بشار الأسد والتي تميزت بمحاولة تغلغل إيراني مذهبي داخل سوريا، حيث حاول بشار الأسد أن يخلق مفهوم ما يسمى بمفهوم الأقليات للشعب السوري، بمعنى أنه مجتمع السوري هو مجتمع الأقليات، حتى يحاول أن يكتب الطائفة العلوية مزيد من الشرعية، ويحاول أن يفتت المجتمع السوري لغرض تحقيق ما يسمى بمزيد من السيطرة ومزيد من الحكم الشمولي بالنسبة للشعب السوري. نعم. الآن بعد الأحداث التي جرت في سوريا منذ 5 سنوات يمكن أن نقسم النفوذ الإيراني إلى عدة مراحل. المرحلة الأولى المرحلة التي جاءت قبل التدخل الروسي في الأزمة السورية، حيث حاول حكومة الملالي في طهران أن تبسط نفوذها على سوريا وعلى مؤسسات النظام، مما خلق استياء عام خصوصا لدى الطائفة العلوية ولدى الأجهزة الأمنية والجيش السوري، عندما شعروا أن البساط سيسحب من أقدامهم وأن الانتصارات الوهمية التي تحققت في سوريا هي نتيجة الدور الإيراني ودور ميليشيات حزب الله في الحفاظ على هذا النظام والحفاظ على أمنه واستقراره. نعم. المرحلة الثانية المرحلة التي جاءت بعد التدخل الروسي، وهي كما تفضل ضيفك العزيز في الاستديو، خلقت حالة من عدم التوازن في العلاقات الروسية الإيرانية، وبالمقابل هذا كان يمثل ردة فعل من جانب الفئات والنخب الحاكمة في النظام السوري أن أرادت أن تخلق توازن من خلال الدور الروسي المتعاظم ليكون على حساب الدور الإيراني الذي بدأت ثناياه حتى، وكان هنالك عملية شك واضحة من جانب الحكومة الإيرانية بعد التدخل الروسي لأن مصالحها باتت على المحك. ومن هنا أعلن علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني في تصريح مهم وشهير، قال إذا حدث هنالك تفاهم غربي روسي على حساب إيران سوف ننتقل إلى الخطة للتعامل مع الأزمة السورية وسوف ندخل المنطقة في أتون الصراع والفوضى من جديد. وبالتالي
نعم. حتى عمليات التي تمت، التصفيات الجسدية التي تمت لبعض قادة النخب الحرس الثوري وقادة البسيج الإيرانيين في سوريا، هنالك تحليلات إيرانية تؤكد أنها تمت بنيران صديقة من جانب حلفاء، بمعنى في إشارة واضحة إلى تواطؤ روسي في هذا الأمر. ربما نعم. هذا يعطيك عن كون طبيعة العلاقة الصراعية التي تولدت بين روسيا وإيران على الأراضي السورية. طيب. طيب ابقى معي سيد نبيل. سيد أحمد، يعني هناك من يقول بأنه بشار فتح الباب على مصراعيه في سوريا لإيران، هل تتفق مع ذلك وكيف كان هذا بأي مجبر. شكل يعني؟ مجبرا في الفترة الأولى لفترة حكم بشار كان مثل والده، يعني يتعامل مع إيران على أنه حليف استراتيجي مدلل له قيمة، سند قوي، كل 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 هذه الأمور، وهو يعني لم يلجأ إلى إيران ولم يفتح لها سوريا إلا بالتدريج، كلما احتاج للمال أو كلما احتاج للمساعدة عندما تورط في الثورة، وعندما خاصة بعد أن قتل رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الذي قتله النظام السوري وحزب الله وإيران اتفقوا على قتله، فتعرض لحصار اقتصادي من دول الخليج العربي، فزاد اعتماده على إيران، وبعد الثورة السورية زاد اعتماده أكثر، وبعد أن فشل فشلا كليا في الوقوف في وجه الثورة احتاج لإدخال حزب الله، وحزب الله هو يعمل عند إيران، يعني لما بتستعين بحزب الله الحساب بيروح لإيران، وبعدين بعد فشل حزب الله صارت إيران تدخلها ضروري جدا جدا، فعندها فتحت سوريا فعلا للنظام الإيراني. كان في محاولات في موضوعين، في الحضور العسكري وفي الحضور الاجتماعي، محاولة التشييع، وهو غالبا على فكرة تشييع للعلويين وليس للسنة، الإيرانيون يعتقدون بأن العلويين هم شيعة ضالين أو شيعة تركوا المذهب الشيعي، تركوا المذهب وبعيدين عنه كثيرا، وهذا حقيقي يحاولون إعادته إليك أو إعادتهم إليك، وهذا حقيقي. الفارق ما بين العلوي والشيعي هائل جدا، والعلوي أقرب إلى العلمانية، ولذلك كانوا سعداء جدا بالتدخل الروسي، والعلوي الآن في كل مرة تقول له الإيراني أم الروسي يقول لك الروسي، أقرب إليه في الحياة، أقرب إليه في المعيشة، أقرب إليه في التفكير. لماذا هذه الحساسية؟ لأنه الإيراني يطلب من العلوي أولا هذا الاتهام بأنك أنت شيعي فاسد غير مريح، إضافة إلى أنه العلويين يعني يعيشون الروح العلمانية منذ 100 سنة، وعندهم نفور كليا من التدين، من التدين كله على بعضه، نفور حقيقي وعميق. والإيراني طبعا عم يتدخل، يعني في كتير مناطق الإيرانيين تدخلوا فيها في الحياة الشخصية للعلويين، ماذا تأكل وماذا تشرب وكيف تلبس النساء، وكان هذا مزعج للغاية، إضافة إلى أنه تدخل فج يعني خشن. هذا في عهد حافظ الأسد؟ لا الآن في عهد حافظ الأسد ما كان ممكن، لأنه الآن الكتابات والتحليلات والمعلومات تقول أنه كانوا يريدون أن يتدخلوا في الطائفة في عهد حافظ الأسد، ولكن حافظ الأسد حصن الطائفة واتخذ بعض الإجراءات التي تمنع إيران من البلوغ إلى هذا المستوى من التدخل، وحصل على المكافأة من موسى الصدر الذي اعتبر أن العلويين شيعة، ولكن التدخل ما كان فظ مثل ما هو الآن، يعني كانوا يطالبون بأن يكونوا حاضرين، أن يزوروا الأماكن المقدسة، والأماكن الشيعية المقدسة في سوريا كثيرة جدا ومنتشرة في كل سوريا من حلب حتى دمشق، حتى في المنطقة الشرقية هناك حالات تشييع، حتى في المنطقة نعم نعم، ولكن ما كان بهذه الصورة التي هو عليه فيها الآن. الآن عملية فرض، عملية إجبار، وعملية أنه أنت يجب أن تسمع، أنت يجب أن تقبل، أنت يجب أن تدفع الثمن. أيام حافظ الأسد ما كان هيك، وكان حافظ الأسد يعني أذكى من أو أخبث من ابنه بكثير، كان يراعي التوازنات، ما كان يعرض نفسه لمثل هذه التحديات الخطرة وهذه الألعاب الخطرة. أما الأحمق بشار فهو يفعل ذلك بدون تردد. أو طيب ربما هذا حتى يفرض سؤال على دكتور نبيل العتوم، يعني أين الحرس القديم من سياسة بشار الأسد التي سلم فيها سوريا لإيران خاصة خلال سني هذه الثورة؟ يعني في عهد الأب كان الأب يتعامل بحنكة، بذكاء، بدهاء، بخبث، أيا يكن المصطلح، كانت هناك توازنات يراعيها، كانت هناك هيبة للدولة حتى ولو على الأقل على المستوى الداخلي، لكن بشار
استلم الرئاسة وبقي الحرس القديم الموجود الذي كان موجودا في عهد أبيه معه في فترة رئاسته. أين الحرس القديم من هذه السياسة وهذه الإجراءات وهذه التصرفات لبشار الأسد تجاه في سوريا تجاه إيران؟ لا شك أنه الحرس القديم جزء كبير منه مهمش عن صناعة القرار السياسي والأمني في سوريا، خصوصا بعد التوغل الإيراني غير المسبوق في الأزمة السورية، حتى أنه بشار الأسد لا يمتلك قرار حتى يستطيع من خلاله أن يحجم النفوذ الإيراني، مع خصوصا مع التداعيات الكبيرة للأزمة السورية على النظام السوري برمته، حتى أنه الحلقة ضيقة للرئيس من الحرس ومن جهاز الاتصالات والمعني بحماية الشخصية، جزء منه قد تم تسليمه إلى قوات النخبة من حزب الله وقوات نخبة من القوات الخاصة الإيرانية، وبالتالي هذا يعطيك مؤشر واضح عن حجم ضعف النظام وتآكل النظام من الداخل وحتى تآكل فرعية النظام، وبالتالي أصبح الوجود الإيراني في سوريا بالنسبة للنظام السوري مع تطورات الثورة السورية هي مسألة حياة بالنسبة لهذا النظام، خاصة أنه إيران تحاول أن تمد هذا النظام بجلوكوز الحياة من خلال التدخل العسكري المباشر، من خلال إرسال الميليشيات المتعددة الجنسيات التي تمثل الشيعة الشتات في الخارج، بالإضافة إلى سعي إيران للتوغل بما يسمى بالمؤسسات الحساسة والأمنية المهمة في سوريا، ورسم القرارات المصيرية فيما يتعلق بالنظام حتى مسار العمليات العسكرية إيران هي من تقوم بتحديده. وكان هنالك برنامج عرض في التلفزيون الإيراني قبل حوالي 4 أشهر يظهر حجم المهزلة والاستهزاء بالجيش السوري وبخطط الجيش السوري، وأعلن مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني أنه لولا التدخل الإيراني لسقطت دمشق منذ أكثر من 3 سنوات، وبالتالي حتى إيران كانت تتعامل مع الأزمة السورية، وهذا يعطيك مؤشر وانطباع واضح حول رؤية إيران بالنسبة لسوريا والنظام السوري. يعني إيران كانت تعتبر ربما إيران تعتبر سوريا ربما ولاية من ولاياتها أثاروا على طبيعة النظام السوري أو احتلال دمشق وماذا يعني ذلك بالنسبة لإيران، وإيران أول دولة تعدت وضعت سيناريو ما يسمى بالتعامل ما بعد سقوط دمشق، وهذا يعطي مؤشر واضح وكبير، خصوصا أنه قائد الحرس قائد فيلق القدس قاسم سليماني قبل شهر ونصف نفح بشار الأسد بضرورة رحيل جميع عائلته إلى إيران حفاظا على حياتها، وبالتالي هذا يعطيك مؤشر واضح عن طبيعة تغلغل إيران داخل مؤسسات صنع القرار وبالذات الأمني. الحرس القديم في سوريا لم يعد له وجود من حيث اتخاذ القرارات المصيرية، جميع ما يتم اتخاذه من قرارات هي يقوم بها شخص بشار وعدد محدود يحاولوا الآن أن يوازنوا ما بين النفوذ الروسي من ناحية ونفوذ الإيراني من ناحية أخرى. طيب أعود إلى السيد أحمد كامل، يعني نريد أن نتعرف قليلا على تعاطي طريقة تعاطي إيران مع سوريا، ما هي الوسائل التي استخدمتها إيران في نشر مذهبها في هذا البلد؟ نعم، أريد أن أؤكد على ما قاله ضيفك من أنه الحرس القديم ما عاد له وجود، تم تصفيته منذ البداية، بشار عنده عقدة بأنه ولد، بأنه صغير، بأنه لو لم يكن ابن حافظ الأسد ولو لم يمت باسل الأسد لما كان رئيسا، من أنه لا يملك يعني قيمة بذاته، ولذلك كان عنده عقدة من الحرس القديم، كثير منهم غادروا أو أبعدوا أو قتلوا، عبد الحليم خدام والشهابي حكمة الشهابي مسؤولين كبار أمنيين حتى المسؤولين الكبار، يمكن آخر واحد يعني هو يعني في ربما أنت تقصد طريقتين، إنه في ناس أبعدوا تماماً وعزلوا من مناصبهم وهناك ناس صفوا في منهم، أنا بعرف إنه حكمة الشهابي هو اللي وحده قال أنا أنسحب يعني، وفي ناس قتلوا يعني خلية الأزمة خاف إنه يطلق رصاص على نفسه يعني مثلاً وغادر البلد. عبد الحليم خدام أبعد، آخر هؤلاء كان محمد نصيف اللي توفي قبل فترة. ف كلمة الحرس القديم كانت تزعجه لبشار وتشعره بأنه صغير، فتم التخلص منها، والحرس القديم رغم يعني الكثير من الجرائم التي شارك فيها مع بشار الأسد إلا أنه كان فيه ناس في برأسهم سياسة، في برأسهم شيء، عبد الحليم خدام سياسي حقيقي يعني، ما وحكمة الشهابي كان رجل عسكري بمعنى الكلمة. الآن لا يوجد حول بشار ولا رجل سياسي واحد ولا رجل عسكري واحد، كلهم
وناس ينفذون الأوامر، والآن هو وهذا الحرس الجديد اللي تبعه الشبيحة مثل بشار الجعفري ووليد المعلم. هذا خلال فترة الثورة أم قبل ذلك؟ قبل أم قبل الثورة؟ هذا بعد الثورة، وحتى قبل الثورة ما كان في ما كان باقي من الحرس القديم إلا محمد نصيف فقط، والباقي كله تم التخلص منه. فبرجع على سؤالك إنه ما هي الوسائل التي تستخدمها إيران في نشر المذهب؟ كثيرة، فيها استغلال الفقر مثلا في المناطق الفقيرة جدا، فيها استغلال الجهل، وفيها النقطة اللي تحدثنا فيها عن إنه العلوي هو شيعي مضيع مذهبه، وإنه بدنا نعلمكم المذهب. هذا مدخل كان رئيسي، وكان في استغلال للكاريزما الاستثنائية اللي كانت لحسن نصر الله في سوريا، حتى أن كل صورة كانت تعلق مع صورة بشار الأسد. نعم، يعني كاريزما فظيعة، وكان في كثير من المسلمين السنة خدعوا بذلك أيضا، مفتونون به لأقصى درجة، وأنا كنت واحد منهم. يعني كلياتنا كنا نعتقد أنه مو كلياتنا، لا يعني أنا أستثني نفسي. نعم. كانوا يعتقدون أنه هو بطل ومقاوم وشخصية كاريزمية ويفعل ما لا يفعله الآخرون والباقين مستسلمين. وكان في إحصائية لمعهد جيمس زوبي، وهو معهد محترم للغاية، قال أنه 80% من العرب كانوا يحبون حسن نصر الله ويعتبروه رمز كبير، وأنه هذه النسبة انهارت بعد الثورة السورية إلى 20% فقط. فكان في استغلال لكاريزما حسن نصر الله، استغلال للفقر في مناطق أخرى، ربما حتى قضية رئيسية سنتكلم عليها بعد قليل في تفاصيلها، وهي قضية البيع والشراء في الأراضي. نعم. والعقارات واتخاذ المزارات والمقامات وسيلة لذلك. صحيح، استخدموا. نعم. المال بشكل كبير، واستخدموا أساليب حتى أحيانا يعني قبيحة. في كثير من السوريين يعتقد بأنه أنت إذا بتصير شيعي أو علوي خلاص فتحت لك أبواب كل شيء في سوريا. يعني أنا أظن أنه كان في تقريبا محطتين هامات جدا في هذا الأمر، في دخول إيران وتغلغلها اجتماعيا وحتى على المستوى الجغرافي، هي قضية حرب العراق ونزوح كثير من العراقيين إلى سوريا خصوصا دمشق، وأيضا حرب 2006 تموز 2006 في لبنان، حتى يقال أنه أصلا في لبنانيين لم حتى بعد أن سكتت الحرب بقوا في سوريا من الشيعة اللبنانيين والشيعة العراقيين. نعم نعم، زاد عدد الشيعة في سوريا عن طريق الهجرة وخاصة من العراق، ولكن هذا كان يصعد ويهبط، عدد العراقيين واللبنانيين يتفاوت باستمرار، والتشيع إجمالا لم ينجح نجاحا كبيرا. يعني في مدينة حلب لا أعرف ولا شخص واحد تشيع، حلب عدد سكان 6 ملايين هي وريفها. الآن يبدو أن يعني مفتي سوريا كله متشيع وهو من حلب، يعني هو مو متشيع، هو منافق. وهذا في استغلال لقضية مظلومية أهل البيت، وهن فعلا مظلومين، يعني لازم نعترف بالحقيقة أنه فعلا تعرضوا لظلم فادح، ولكن تحويل هذه المظلومية إلى استثمارات سياسية هذا هو الموضوع اللي ما كتير نجح. الآن حاليا السلاح الأمضى بيد الإيرانيين في هذا الموضوع. نعم. هو الشراء. طيب أنا أريد أن أذهب إلى فاصل، نعود بعده لمتابعة حوارنا. مشاهدي الكرام فاصل ثم نواصل، فلا تذهبوا بعيدا.
أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى. عود إلى دكتور نبيل العتوم. دكتور، يعني دخول إيران في سوريا لم يكن من أجل المقاومة بل من أجل السيطرة على سوريا ونشر المذهب الشيعي، هل تتفق مع هذا القول أم أن هناك عوامل وأسباب أخرى لدى إيران من أجل دخولها إلى سوريا؟ طبعا هناك أسباب عديدة لدخول إيران لسوريا، لا شك أنه الجانب المذهبي له دور كبير جدا، وتصور أخي العزيز أن إيران تحسب حساب بما بعد انتهاء الثورة السورية وما لديها من مشاريع خصوصا في مجال التشيع وسياسة التمدد القبوري والبحث عن الأضرحة، بالإضافة إلى توظيف ما تم شراؤه من أراضي وعقارات سواء داخل دمشق حول حرم السيدة رقية وحرم السيدة زينب وسكينة، نعم، ذلك من هذه الاستراتيجيات. لكن في واقع الأمر إيران تسعى من خلال الأزمة السورية إلى ما يسمى بالدفاع عن المجال الحيوي، جزء من نوع المذهبي الإيراني، وهذا المجال الحيوي الإيراني تصور أنه في خطاب لمرشد الثورة قبل 3 أيام، نعم، أكد فيه أنه الدفاع عن دمشق والدفاع عن سوريا هو بمثابة الدفاع عن الأحواز والدفاع عن طهران والدفاع عن شيراز وأصفهان، وبالتالي هنالك ربط عميق ما بين الأمن القومي الإيراني واستكمال إيران لحلقة أو ما يسمى بسلسلة الهلال الشيعي، بدءا بالعراق الذي يمثل الملاذ الجيوبوليتيكي المذهبي الآمن بالنسبة لإيران. إيران تريد أن تستمر في خطوط الإمداد المذهبي والحفاظ على سوريا لتكون حلقة للعبور إلى المتوسط كما أعلن عن ذلك قائد البحرية الإيراني، والحفاظ على ما يسمى ومصطلح على تسميته زورا وبهتانا بمحور الممانعة الذي يعني طبلت وحللت له إيران منذ الثورة الإسلامية ولغاية الآن. لا شك أنه إيران الآن من خلال الأزمة السورية هي تحقق مجموعة من الأهداف، طبعا جزء منه قد يكون على سبيل تحقيق مشروع إيران الذي يقضي بإقامة إمبراطورية إقليمية عظمى بحلول 2025، والذي أعلن عنه رحيم صفوي قبل أسبوعين مستشار مرشد الثورة الإيراني وقائد الحرس الثوري الإيراني السابق، نعم، والذي إحدى عناصره هو الإمساك والتغلغل من خلال الأزمة السورية للعبور والنفوذ إلى المنطقة والاحتفاظ بورقة تفاوضية واستراتيجية مهمة بالنسبة لإيران سواء في علاقاتها مع الغرب أو في علاقاتها مع دول المنطقة، إضافة إلى أن إيران تحاول من خلال الأزمة السورية أن تروج لنفسها نفسها شريك دولي فاعل في مكافحة الإرهاب بين قوسين طبعا السني، وهذا الإرهاب الذي تسعى إيران للتبشير أنها أصبحت دولة رائدة في مقاومته ومحاربته، نعم، هي تريد من خلاله القضاء على العمق السني من خلال بوابات الأزمات الإقليمية، طيب، الموجودة في المنطقة لا سيما الأزمة السورية. طيب دكتور نبيل، يعني ربما على ذكر العمق السني سيد أحمد، يعني في فترة من الفترات ربما حاول النظام عبر أجهزة مخابرات التسويق على أنه سوريا دولة أقليات، حتى بلغ أنهم قالوا أن الطائفة السنية والمكون السني في سوريا يبلغ 45% فقط، ألا تعتبر سوريا من الدول ذات الأغلبية السنية؟ لماذا يستخدم النظام هذه الطريقة وهذا الترويج يعني بقلب الحقائق؟ بالدرجة الأولى هذا شاع في لبنان وفي أيضا عند النظام السوري نظرية تحالف الأقليات، من أن السنة بمقابل كل الطوائف لا يكونون أغلبية، إذا جمعنا كل الطوائف يصبحوا أغلبية، وهذا طبعا كذب كليا، وإنما للأسف الشديد نحن الآن على وشك أن يصبح السنة أقلية في سوريا. العربي المسلم السني في سوريا في أقل التقديرات هم ثلثي السكان، على أقل تقدير 75% ما بين 66 يعني الثلثين إلى 75 كل التقديرات، في أدنى 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 تقدير هم ثلثي السكان يعني 66%، وفي أعلى تقدير يصلون إلى أكثر من 70%، أنا أعتقد بأنه هن حوالي 70%، ولكن هذا كان سابقا. الآن كل شخص تقتله الطائرات في سوريا هو عربي مسلم سني أو تركماني مسلم سني، تركماني مثل العربي بالضبط، يحل عليهم الغضب، والأكراد السنة المستعربين أو المسلمين الذين يقتلون منذ زمن في المناطق العربية، نعم، وبالتالي هم محسوبون على العرب. في جبل الأكراد قتلت الطائرات الروسية 4 عائلات كردية
لا يتكلمون إلا اللغة العربية وهم يسمونهم يعني أكراد عرب، قتلوهم. كل ما تقتله الطائرات، كل ما تستهدفه الطائرات هو المسلم السني حصرا. لا يوجد قذيفة، على تعمد، لا يوجد قذيفة طائرة واحدة سقطت على علوي ولا مرة من 50 سنة، ولا على أي أقلية أخرى في سوريا، ولا على درزي ولا مرة، ولا على كردي ولا مرة، إلا الأكراد الأربع خمس عائلات المستعربين، ولا مرة، ولا قذيفة واحدة، ولا صاروخ سكود. بس تسمع قصف جوي اعلم بأنه أن القذائف تسقط على مسلمين سنة، وطبعا المسيحيين اللي داخلين متداخلين مع العرب المسلمين السنة من سوء حظهم. ولكن لم يستهدف كردي ولا مرة بقصف طائرات، ولا مرة، ولا درزي ولا علوي. كل القصف الجوي، كل القصف الصاروخي، كل القصف بالمدفعية الثقيلة هدفه الوحيد الوحيد هم العرب المسلمين السنة. روسيا لم تقتل إلا المسلمين السنة حصرا، ولا واحد غير المسلمين السنة، ولا النظام. واحد ولم تجرح النظام. طبعا النظام، وطبعا وحتى إيران. وحتى إيران طبعا. طبعا. طيب دكتور نبيل العتوم، يعني هل استطاعت برأيك إيران منذ دخولها في سوريا وتغلغلها في المجتمع السوري، وخصوصا هذه الفترة المكثفة، فترة الثورة السورية، هل استطاعت التأثير على ثقافة المجتمع السوري من خلال نشرها للتشيع بطرق عديدة؟ أعتقد أن دخول إيران على خط الأزمة السورية ساهم بدرجة كبيرة جدا في تعميق الكراهية لإيران. إيران للأسف الشديد باتت إحدى أدوات الفوضى غير الخلاقة في المنطقة، ويتبث الذعر والقتل والفساد بحجة مذهبية محضة. تصور أخي العزيز أن هنالك فتاوى لمراجع تقليد في إيران بالذات من قبل آية الله محمد تقي مصباح يزدي، قال فيه أنه من علامات ظهور إمام الزمان مقتل 1000 إنسان في سوريا، بمعنى مقتل 1,000,000 شخص. وعندما سئل عن أحداث حلب قال أنه الأطفال والشيوخ والنساء يقتلوا لأنهم أعداء إمام الزمان. فهذه عبارة عن فتوى بالقتل والإرهاب وممارسة العنف والتطهير المذهبي على أوسع صوره. وكما تفضل ضيفك العزيز أنه هذه الهجمة لا تنال بدرجة كبيرة جدا سوى أهل السنة. وأنا أريد هنا أن أؤكد على نقطة مهمة جدا، أن التهجير الذي يطال الآن الأراضي السورية والشعب السوري، سواء التهجير الداخلي أو التهجير الخارجي، هو بمثابة تطهير مذهبي بهدف إحداث خلل ديموغرافي، الموازنة الديموغرافية والمذهبية في سوريا، لخلق ما يسمى بمجتمع الطوائف أو مجتمع الأقليات. وبالتالي أعتقد أنه الآن بالنسبة لسؤالك، أن الشعب السوري ازداد كرها وحقدا لإيران ولسياستها. وأعتقد أنه إيران تعكس العمق الكراهية التاريخية والمذهبية من خلال وضع معظم قوتها من خلال الأزمة السورية ودفعها لأكثر من 24 مليار دولار لغاية الآن لإنقاذ وليس هذا فقط المجتمع السوري. يعني الآن عفوا دكتور على المقاطعة، ليس فقط المجتمع السوري، الآن إيران تبث الكراهية يعني في كل مكان بسبب سلوكها وتصرفاتها وطائفيتها في كثير من المجتمعات العربية، من خلال ما يجري في العراق، ومن خلال ما يجري في اليمن، ومن خلال ما يجري في سوريا. بالتأكيد بالتأكيد أنا أؤيد ذلك، وأقول أنه الآن لو عملت استفتاء، وأنا قرأت استفتاء عملت أحد القنوات الفضائية، أن العالم العربي يعتبر إيران هي من مصدر التهديد رقم واحد حتى قبل إسرائيل بالنسبة للدول العربية وبالنسبة للشعوب العربية. وهذا يعطيك مثال صارخ عن حجم الكره الحقيقي الذي بات يكنه الشعوب العربية لإيران نتيجة سياساتها العدوانية. إيران للأسف الشديد في تعريفها لمصادر التهديد تعتبر المهدد رقم واحد بالنسبة للأمن القومي العربي، تعتبر المهدد رقم واحد بالنسبة للشعوب العربية. إيران إذا بتقرأ فتاوى مراجع التقليد التي تبثها قم وخراسان يوميا لهؤلاء القوات المرتزقة التي يتم إرسالها لذبح الشعب السوري، تصاب بالذهول عن حجم الحقد الدفين الذي يريد من خلاله الإيرانيون استرجاع التجربة السارية من خلال طرح شعار يزيديو العصر أو سفيانيو إمام الزمان، سفيانيو هذا الزمان. وبالتالي هذا يعطيك مؤشر واضح
وحقيقي بالنسبة لما تكن إيران من حقد على العالم العربي ونظرية ما يسمى بقدسية الثأر من الشعوب العربية. طيب. وإيران تحاول للأسف الشديد أن توظف، ثاني فقط نقطة بسيطة إذا سمحت الحديث، أن توظف ما يسمى ببسيج مردمي أو بالتعبئة الشعبية المذهبية بهدف إرسال قواتها المتعطشة للثأر والانتقام إلى سوريا. نعم. طيب أحمد، يعني الدراسات تشير إلى أن إيران تشتري العقارات خصوصا في 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 دمشق وحتى ريف دمشق، يعني وصلت قبل الثورة إلى دارية ربما في الغوطة الغربية. هل يوجد وعي لدى أصحاب هذه العقارات، أصحاب هذه المحال، السكان بهذا السلوك الإيراني؟ ولماذا تركز يعني إيران على دمشق القديمة بالذات في هذه المسألة؟ في منطقة حوالي السيدة زينب رضي الله عنها تقريبا تم شراء المنطقة كلها، وهي في ريف دمشق ولكن قريبة جدا من دمشق، يعني هي في دمشق. المناطق اللي قريبة من في داخل دمشق القديمة، قريب من مقام السيدة رقية رضي الله عنها، أيضا في قرب السفارة الإيرانية في المزة، وفي منطقة المدرسة الإيرانية. هدول في منهم في قلب دمشق القديمة في سوق الحميدية بالضبط مقام السيدة رقية، والمدرسة الإيرانية أيضا في قلب أصلاً دمشق. حتى عفوا هذه المقامات أصلا مشكوك بنسبتها إلى صاحباتها على فرض، يعني. نعم. على فرض طبعا، ولكن طبعا أصحاب هذه الأسماء أصحاب طبعا هم حقيقيون، نحن نتحدث عن وجودهم أو عدمه في هذه المناطق. نعم. هم يعني سيدة زينب، مقام السيدة زينب أنا زرته، أنا لست شيعيا الحمد لله، أمي مسلمة سنية متدينة جدا، كانت كلما تذهب إلى دمشق أو من وقت إلى آخر تذهب لتزور مقام السيدة زينب. يعني مقام السيدة زينب ما صار عليه شيء في دمشق أبدا، تقريبا ما في دمشقي سني إلا وزار مقام السيدة زينب، لا يحتاج إلى حماية أصلا، أبدا لا يحتاج إلى حماية، لا يوجد عليه أي نوع من أنواع التهديد، وهذا الأمر مضى عليه 1200 سنة أو 1300 سنة، 1200 أو 1300 سنة ما أحد رمى مقام السيدة زينب ولا بوردة كما يقال عندنا، بمنتهى الاحترام وبمنتهى التقدير. وحق الشيعة بدخول مقام السيدة زينب مصان من 1200 سنة للشيعة من أي مكان في العالم، ويمارسون داخل المقام طقوسهم. يعني أنا دخلت المقام وصليت على الطريقة السنية، على الطريقة الإسلامية، وكنت أرى جنبي أناس يصلون على الطريقة الشيعية، ما في مشكلة أبدا. يعني يأتون إلى المقام بحرية، يمارسون طقوسهم كما يحبون كما يفهمونهم، أيضا بحرية تامة. كان هذا الأمر دائما يحصل. الشراء هو يعني غير مفهوم، إنه في القانون الدولي شراء الأراضي لا يعطي سيادة. في دول مثلا صغيرة مثل لوكسمبورغ، تستطيع اليابان أن تشتري لوكسمبورغ في يوم واحد. حتى لو أن يابانيين اشتروا كل أراضي لوكسمبورغ، لا تصبح لوكسمبورغ أراضي يابانية. الشراء، البيع والشراء، حقوق الملكية الفردية لا تعطي حقوقا سياسية أبدا. ولكن هؤلاء ناس يعني يعيشون في الخيال، إضافة إلى أنه أحياناً بيصير معهم مثل اللي بيكذب الكذبة وبيصدقها. يعني بيكذب أنه في خطر على السيدة زينب، مثلاً في أفغان مسكوهم في حلب وقال له أنتوا ليش جاي تقاتلني أنا في حلب، أنا في بلدي؟ فقال له أنا جاي أدافع عن السيدة زينب. وحلب بعيدة عن مقام السيدة زينب في دمشق 400 كيلومتر، وهو يعتقد يتوهم بأنه السيدة زينب معرضة للخطر. فإذا الشراء موجود في مدينة دمشق بالدرجة الأولى في حوالي الأماكن المقدسة، وأيضا في دمشق القديمة، وأيضا في هذا الخط الواصل بينهما. فمن يشتريها يا أما هو لا يعرف القانون الدولي، يا أما مهووس، يا أما عم بيحضر شيء مسرحية، عم بيحضر شيء مسرحية إنه نحن عم نحافظ على يعني المقامات. من يشتري بعيدا عن النقطة التي ذكرتها في موضوع القانون الدولي، من يشتري يريد أن يتملك، يعني حينما يفتح رئيس البلد ونظامه
البلد لهؤلاء المحتلين، لهؤلاء الغزاة، ويسمح لهم ويعطيهم القوانين وحتى يمنحهم جنسيات، فبالتالي هو يريد أن يملكهم هذه المنطقة. طيب الدكتور نبيل العتوم، برأيك هل أثرت الثورة على الخطط والنشاطات التي كانت تسعى إليها إيران في سوريا ودمشق خصوصا؟ بالتأكيد الثورة هي أحبطت المخططات الإيرانية أو المؤامرة الإيرانية للسيطرة على سوريا، وبالتالي إيران لديها مخطط للسيطرة على دول المنطقة. طرح هذا المخطط من خلال النظرية التي تحاول أن تطبقها السياسة الخارجية الإيرانية، ممثلة بنظرية أم القرى التي وردت في كتاب مقولات الاستراتيجية الوطنية لمحمد جواد لاريجاني. أنا قرأت هذا الكتاب عندما كنت طالب في جامعة طهران في قسم العلوم السياسية في مرحلة الدكتوراه، وقمت بترجمة هذا الكتاب، وهذا كان تم تدريسه لنا في مساق السياسة الخارجية الإيرانية. وبالتالي هي إيران تريد أن توائم بين النظرية والتطبيق، وأنا استغربت حتى وأخبرت الأساتذة المدرسين عن استغرابي لتدريس هذا الكتاب في الجامعات الإيرانية في أقسام العلوم السياسية. هي إيران تريد أن تخلق مجال حيوي من خلال السيطرة على عدد من يعني يسميها مجالات النفوذ بتنبيه العراق ثم سوريا، والسيطرة عليها طبعا هو سيطرة سياسية واقتصادية ومذهبية من خلال التوسل بالمذهب. طيب باختصار دكتور، لأن وقت البرنامج انتهى، السورية قد أحبطت هذا المخطط بدرجة كبيرة جدا، وعمقت حالة الخلاف حتى مع الإيرانيين ومع ميليشيات حزب الله. كما ذكر ضيفك العزيز سابقا في أنه كانت إحدى المجالات للتشيع في سوريا، يعني نسميه التشيع السياسي والانبهار بتجربة حزب الله ومقاومة إسرائيل، لكن الآن انكشفت الوجوه وتعرت السياسة الإيرانية وتعرت سياسة حزب الله. إيران تحاول، أريد أن أضيف نقطة باختصار شديد، بالإضافة إلى المقامات ومحاولة طرح شعار أن زينب لن تسرى مرتين والدفاع عن الأضرحة، إيران تحاول أن تمارس سياسة التمدد القبوري من خلال سوريا. هي طيب لغاية الآن تبحث عن مقامات. وضعت الصورة. وضعت الصورة دكتور نبيل العتوم، رئيس وحدة الدراسات الإيرانية بمركز أمية للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك، وعذرا على المقاطعة لانتهاء وقت البرنامج، وأشكر ضيفي في الاستوديو السيد أحمد كامل الإعلامي والكاتب السياسي، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. أترككم الآن في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرشت فوق ثراك الطاهر الهدبا، فيا دمشق لماذا نبدأ العتبا؟ حبيبتي أنت فاستلقي كأغنية على ذراعي، ولا تستوضحي السبب. أنت النساء جميعا، ما من امرأة أحببت بعدك إلا خلتها كذبا. يا شام إن جراحي لا ضفاف لها، فامسحي عن جبين الحزن والتعب، وأرجعيني إلى أسوار مدرستي، وأرجع الحبر والطبشور والكتب. يا شام أين هما عينا معاوية، وأين من زاحموا بالمنكب الشهبا؟ فلا خيول بني حمدان راقصة زهوا، ولا المتنبي مالئ حلبا، وقبر خالد في حمص نلامسه، فيرجف القبر من زواره غضبا. يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره، فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا. دمشق يا كنز أحلامي ومروحتي، أشكو العروبة، أشكو العروبة، أن أشكو لك العرب، لك العرب.
الله كان هذا شو توقف على الناس روح لغات هنا يبال يفكر خايفين احنا منهم اذا خايفين خمش نخفش نخفش غير من الله كل عكل عندك كلعجه كل عود كل عود أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية.